أسلمة، أهلا وسهلا بكم في شهر تاريخ المرأة. اسمي إيمي أبو بكر، أنا مصرية أمريكية وأنا بشتغل كدبلوماسية في سفارة أمريكية في تونس. امرأة ألهمتني هي صحفية من CNN اسمها كريستيان أمنبور. لما أنا كنت صغيرة وأنا شفتها على تلفزيون، أنا شفت ست قوية وذكية وعظيمة. بالإضافة إلى ذلك، في الوقت لما كتير من النساء على الأخبار كانوا في استوديو بس، كريستيان كان في وسط الأخبار في أماكن الحرب، في أماكن الكارثة، وهي كانت تتكلم مع القيادات السياسية. لما أنا شفتها، أنا شفت مرأة زيي شوية، وأنا شفت إمكانياتي مستقبلية. من السفارة الأمريكية في تونس ليكو كولوكو شهر تاريخ المرأة سعيد.